مساء الخير. الشوب بيطل علينا من جديد، الحرارة بتعلى بالأيام اللي جاية بمختلف المناطق، بس التقلبات بترجع السبت بعد الظهر خصوصي على الجبال وبالجنوب. تفاصيل أكثر عن طقس الخميس، الهواء شمالي غربي خفيف والرطوبة 60%. شمس وشوب بكرة بنهار، والحرارة عم بتسجل 30 ببيروت، 27 ببريح و25 درجة ببسكنتا. بالليل الحرارة بتوطى وبتسجل 15 بوطى الجوز، 16 ببعلبك و23 بأنفي. موج البحر خفيف بكرة، معدل الحرارة على الساحل بيتراوح بين 22 و30 درجة والرطوبة عالية. على الجبال الرطوبة متوسطة، الخطيطة قوية واليوفي اندكس مرتفع. لمحة على أحوال الطقس من الخميس للأحد. الخميس والجمعة الحرارة 30 درجة تقريبا، السماء صافية بمختلف المناطق والرطوبة 60%. السبت غائم جزئيا، بتبلش توطى الحرارة كل ما تقدمنا بالوقت، الخطيطة بتقوى على الجبال وبتتحضر الأجواء لتشتي بشكل متفرد. الأحد مثل السبت الحرارة بترجع تحت معدلاتها والرطوبة بتعلى شوي. هيدي كانت أحوالنا الجوية، تصبحوا على خير.